جزاك الله خير عبد المجيد، ما قصرت والله. الله يسلمك، إن شاء الله إن شاء الله أنك ما تعز على الغالي إن شاء الله. طبعا أمي لولو دخلت المستشفى الله يرحمها ويغفر الله، وتعبت جاء شلل يوم دخلنا المستشفى، وقالوا الدكاتر إنه به جلطة بالعين الله يرحمه ويغفر الله. طبعا أول ما دخلت أول يوم ثاني يوم تحسنت حالته الحمد لله، جبنا له قرينا عليه وجبنا له موية قران، وبدت تتحسن حالته الحمد لله. وبديت أسولف معه، وبديت أوكل مطازيز بيدي أنا ومرقوق، وبديت أواعده إن شاء الله إذا طلعت من المستشفى إن شاء الله أني بودي الأخبوب وبطلع على البر بخليه تستانس. المهم قعدت شوي وسولف معه وما أدري شنو، مرة أنزل للدكاترة بسألهم وش وضع ملول، متى بتطلع إن شاء الله بخلص أوراقه. أول ما طلعت من الباب وأسمع ونين بالأجهزة، وارجع اول ما دخلت والقى الفلبيني مرتاعه، اقول وش بهم لولو؟ قالت لي نقلت تقول لي شغل التلفزيون، كانت ام لولو الله يرحمها تبي القران، ما تعرف تنام الا هي تسمع القران. مرت افتح لها على المشهد ذا. لا تكذب. طيب لا اوريس اوديك الشرطه انت وولدك. وش لا تكذب؟ مره لا تكذب، مرتنا اوريس، مرتنا وديت. ما أبوه ولا قصيمي يقول الهرج ذا، والله ما عمري سمعت ولا قصيمي يقول لا تكذب. أمي لولو مشافت المقطع ذا ولعت الصفرات حقت السرير اللي عنده، الفلبينية هجت، جو للطباء جابوا المتسو ذا اللي ينفض حطوا عنده، بس أمي لولو ماتت. الله يرحمه. هدأ صار. طيب وش سبب الوفاة المكتوب؟ ابن المجيد يعني أنا ما بي ولا سبب، ما في ولا سبب ولا يهمنا السبب، انا بذي اللي سببه وتفت ام لولو. والله لا جيت بحلامت، والله لا طير عقلت، والله لا حسربت. والله عبد المجيد هلا تحبن هي حبك. والله لا رجعت، والله لا حسربت، والله العظيم لا حسربت بنومت. تشوفين والله لا رجعت الايام سنيتيا، والله وتشوفين هين الايام بيننا.